اسالك سؤال الاهلي والزمالك بطريقه تانية. ايه وجه التشابه في اللي حصل من الزمالك امبارح والاهلي النهارده؟ وجه التشابه احنا عايزين غير النتيجه. لا احنا ممكن نقول وجه التشابه ما بين الموسم الماضي ما بين للفريقين والموسم الماضي براحتك. للفريق الحالي فاهم يعني انا حاسس ان احنا في حاله ديجافو. الزمالك السنه اللي فاتت بدا دور المجموعات بتعادل على ارضه في مباراه مفترض ان هي وان سايد جيم ويكسبها فعقدت ظروفه فخرج اتعادل مع السنه اللي فاتت مع تونجث السنه دي مع الفريق اللي هو سجرادا دوت اللي هو اضعف حلقه في المجموعه بره ارضك فبعد كده رحت طالع بقى للترجي المره دي الوداد اللي هو بره ارضك لازم ما تخسرش عشان تحافظ على امالك لا ده انت خسرت ذهابا وايابا ففاضل لك جولتين الفرق بقى ان المره اللي فاتت كان اتحاد العاصمه ادالك الامل ان انت ممكن تبقى عندك فرصه في اخر جولتين المره دي بيترو اتلتيكو كسب وانهى الامال مبكرا فالزمالك ودع وكان ما حدش بيتعلم من اخطائه الزمالك ما بيتعلمش من اخطائه في المقابل الاهلي للسنه الثالثه على التوالي بيعاني من دور في دور المجموعات وبيتاهل في النهايه كتاني المجموعه فبعد كده بيبدا ان هو يتحسس طريقه الى الطريق الصحيح يعني بدايه من الادوار الاقصائيه فانا حاسس ان احنا بنعيش مع الاهلي والزمالك حته ديجافو طب ايه الاسباب اعتقد قد يكون الاسباب في توقيت اقامه دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا للفريقين التوقيت اللي احنا عندنا فيه الاهلي والزمالك والفرق المصريه دايما بتكون مضغوطه بمباريات اكتر من اي وقت تاني بسبب مواعيد انتهاء الموسم عندنا الغريبه مختلفه مقارنه بالدوريات الافريقيه كلها يعني احنا بنتكلم ان دلوقتي الدوري التونسي 14 فريق فاللي هو بينتهي بسرعه الدوريات في افريقيا اصلا بتقام تبدا في يناير ال 12 يعني بنظام السنه مش بنظام السي اللي هي 2021 22 زينا فانا حاسس ان هو توقيت اقامه دور المجموعات مع بعض الاخطاء اللي بالنسبه للزمالك اللي هو ما بيعالجهاش وبيقع فيها كل مره هو دوت السبب الحقيقي في ان احنا حاليا بنعيش حاله الديجافو ما بين الاهلي والزمالك بيعملوها لنا في دور المجموعات.